اليوم الكونفدرالية الديمقراطية الشغل كنا نتمنى أن تكون محطة فاتح ماي تظاهرات عيد العمال لحظة للإعلان عن اتفاق اجتماعي اللي ساهم في تحسين أوضاع الطبقة العاملة واللي رد الاعتبار للحوار الاجتماعي والمؤسسة ديال التفاوض وديال التعاقدات الاجتماعية. إلا أنه للأسف الحكومة مرة أخرى بعدما عطلت الحوار ودمرت التفاوض لمدة 8 سنوات قدمت مشروع اتفاق الذي رفضته الكونفدرالية، رفضت التوقيع عليه وانسحبت من آخر جلسة للحوار، لأن اعتبرناه أنه لعدة اعتبارات. أولها الحكومة لا يمكن توقع مع حكومة لا تفي ولا تحترم التزاماتها. المسألة الثانية هي فتح المجال للهشاشة في عالم الشغل، بحيث أنه حاضر بشكل قوي مطالب ديال أرباب العمل بإصرار من طرف الحكومة، مثلا مراجعة مدونة الشغل في اتجاه مرونة أكثر، كما لو أن سوق الشغل في المغرب لا يعرف هشاشة ومرونة. مرسوم جديد اللي كيحدد العقد محددة المدة في الوقت اللي الكل ينادي إلى العمل اللائق والاستقرار المهني. الإجراء الثالث أيضا هو كان مناسبا والمناظرة حول الجبايات نعلنوا للطبقة العاملة بأن هناك إنصاف جبائي. للأسف المغرب لا يعرف عدالة جبائية، واقترحنا أن تكون مراجعة ضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي، لكن الحكومة رفضت مرة أخرى. لا أحد من الذين وقعوا استطاع أن يدافع عن ذلك الاتفاق. الكل كان يعتبر بأنه هي محطة وهي لحظة وهي مرحلة، وكان من المفروض أن تكون فيها الضريبة، وكان المفروض أن يكون فيها التزام 26 أبريل. كل القضايا التي أكدت عليها الكونفدرالية ولم يتضمنها الاتفاق البارح تكلموا عليها، بمعنى أنه التاريخ ينصف المواقف الكونفدرالية، وعكس ما ادعى البعض بأنه ركزوا على خطاب العرش بأنه توجه إلى النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، فهو توجه أولا إلى الحكومة من أجل إسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي وليس الإسراع بالتوقيع على أي اتفاق. هي قالت لنا تجلس معنا في الحوار أكونديسيون أننا ندخلوا، حنا ارتئينا بأننا ندخلوا لأن يعني سنة نهاية السنة على الأبواب. حنا دخلنا على قبل الوليدات باش يعني باش نخدموا معاهم ونديروا معاهم الامتحانات على اكمل وجه ونبينوا على الحسن النيه ديالنا، اننا حنا ما باغينش الاضراب من اجل الاضراب، حنا باغيين الاضراب من اجل الادماج في الوظيفه العموميه. وحنا دخلنا نهار 2 على اساس ان الوزاره خاصها هي تلتزم وتدخل معنا لطاولة الحوار باش نشوفوا تشوف معنا المطالب ديالنا اللي كنطالبوا بها. والحق الاوحد والوحيد اللي كنطالبوا به كاع الشغيله ديال والتنسيقيه ديال الاساتذه الذين فرض عليهم تعاقد هي الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. حيث عرف العالم وعرف